أمل، السلام عليكم يا أمل. أمل، ايوه، ازيك يا ازي حضرتك يا استاذه مني؟ أهلا بيك يا حبيبتي. الحمد لله. ممكن اقول لحضرتك حلم؟ ممكن، اتفضلي. وجوزي عايز يقول حلم برضو، ممكن؟ حاضر طبعا. خلاص ماشي. الحلم بتاعي ان انا كنت واقفه على السلم عند ماما، وبعدين ببص كده من الشباك، اتلقيت اسم سيدنا محمد مكتوب على السماء، مكتوب في على السحاب كده، مكتوب محمد. تمام. فبنتي كانت واقفة جنبي، فالمهم انا بقول لها صوري بسرعة بدل ما انت واقفة زي قلتك كده. فالمهم بعديها هي ما صورتش ولا حاجة، قمت انا اخدت التليفون، كان معايا التليفون، فقعدت اصور بسرعة، فوانا بصور بقى الاسم راح وكده بس. فجوزي بقى عايز يقول الحلم بتاعه، ممكن؟ طبعا طبعا، اتفضل. خلاص ماشي. طب ممكن اقول انا؟ يلا قولي انت. قولي انت. خلاص ماشي. كان حلم ان هو كان في المسجد النبوي الشريف، وبيدخلوهم عند الرسول عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام في والسلام. الحجرة جوه. فالمهم بعد ما دخل في الحجرة الشريفة، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام كان نايم كده، وكان سبحان الله يعني كان ما شاء الله غاية في الجمال، وكان لابس عمة خضرة كده. فالمهم بعدها كان معاه واحد داخل برضه يزور معاه، فكان الراجل ده قاعد يقول سور قرآن، فكل ما يقول اسم سورة الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم. فجوزي مش فاكر من ضمن السور ده غير سورة المعون بس، سورة ايه؟ المعون. المعون. تمام. وبعدين فجوزي بقى قاعد يقول يا حبيبي يا رسول الله، وكان بيقبل وقام مقبل تقريبا دماغ الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام. بصي يا أمو مدام أمل، هقولك على حاجة. ما شاء الله عليك، وانت بتكلميني صوتك روحاني، يعني كأن عندكم جو جميل، جو روحاني، جو نظيف، في ناس بتصلي، ناس بتذكر ربنا، ناس بتستغفر، عندكم جو جميل جدا. الحلم بتاعك اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، وانت بتقولي لبنتك صوري وما لحقتش، وانت رايحة تصوري. كنت هقول لك ان في عمره او حج ان شاء الله مكتوب لكم ان شاء الله، وفي حد تعبان ربنا يشفيه. الرؤيه بتاعت زوجك هو بيدل على ان انسان تقي، بيخاف ربنا في كل اموره. وعلى فكره هو ليه كلمه حلوه وكلمه طيبه، يعني اي حد فيه خصومه بين اي حد، هو لو اتدخل بيحصل فيه صلح. عايزه اقول له ان شاء الله باذن الله الامور اللي انت بتطلبها بتتمناها من ربنا، ربنا هيديها لك خلاص كلها. انا شايفاها ان هي كلها شهور بسيطه قوي، انت ليك حاجات كتيره جدا، وده الحلم بتاعك طيب، فهنيئا لكم، احلامكم الطيبه، فربنا يصلح لكم حالكم يا رب العالمين. شكرا ليكم.